الثلاجات وبأقل الأسعار. نتكلم على الدبليو بوكس وعينكم على الترتيب اللي فيها، وأيضا فيها هنا للفريزر بسعر كم متخيلين؟ إنها في نجمة الأجهزة 3.2 قدم 313، آرو اللي هنا 349، اللي هنا بخار باب واحد بيسك 3 قدم 377 ريال، عندكم هالنوع وايت وستنغ هاوس 3.2 قدم 549، اللون الأسود المطلوب 3 قدم باب قزاز 525، اللي هنا أيضا باب واحد فيشر 3.14 قدم 349، اللي هنا بنشمارك قزاز 639 ريال فقط. الثلاجات المكتبية اللي هنا موفرينها لكم وخيارات، أبعطيكم التفاصيل. فيشر 5.3 قدم فضي 750 ريال تجيكم بهالترتيب. أيضا جنرال جولد اللي هنا 5.3 قدم 611 ريال، اللي هنا أيضا 611 ريال. عندكم هنا وايت وستنغ هاوس 794 ريال 5.3 قدم. حنا في نجم الأجهزة. ثلاجات الشقق اللي يبحث عنها شوفوا عندكم دبليو بوكس، هالحجم فريزر وثلاجة وتكسيمات. أعطيكم السعر الآن، ابشروا 549 4.9 قدم. عندهم 6.4 قدم آرو 666 في نجم الأجهزة. تشوفون الغسالات اللي هنا، هذه للقطع الصغيرة موفري لكم أحجام كثيرة، بدال ما تحط المناشف أو الشرابات تكرمون في الغسالة الكبيرة وتحوس عليك الوضع، لا لا لا، موفري لك نجم الأجهزة خيارات ذكية. هذه 1.2 كيلو دوارة كهربائية ب 177، هنا 2.5 كيلو في نجم الأجهزة 194 ريال. هنا نقول وكالة مكيفات سامسونج الاسبليت، اي نعم، وصلت في نجم الأجهزة. هذا المكيف شوفون الفتحات اللي فيها، بقربها لكم، تقريبا 23 ألف فتحة. بعطيكم الميزة، تدرون إذا اشتغل هالمكيف السامسونج يشتغل شوي ويبرد وبعده يتقفل، هذا بالتحديد الهواء يطلع من وين؟ يطلع من 23 ألف فتحة هذه، تقريبا آخر استارات سامسونج نازلة في نجم الأجهزة. وأيضا فيها أسعار جدا طيبة، تقدر تزور فروع نجم الأجهزة وتستفيد، وبصورها لكم بعد لحظات. الغلايات اللي هنا موفرين عليها أسعار، اللي هنا آرو 39 ريال، أيضا 1.8 آرو ستيل 55 ريال، القزاز 59 من آرو، طبعا فيليبس 119 ريال 1.7 ستيل في نجم الأجهزة. خلاط الفيليبس اللي هنا طبعا خلاط مع طاحونة 130 ريال. صانعة القهوة البيكو اللي يبحث عنها تراهم موفرينها نجم الأجهزة، هذا النوع 263 ريال. أيضا النوع الثاني هنا 670 واط 271 الفضي، هنا 449 ريال، وهذا موديلها أيضا صانعة قهوة البيكو الزوج المزدوج النحاسي 1198 ريال. هل سبق ومر عليك ميكروويف ميديا بهالسعر؟ أنا أول مرة هصوره. نجم الأجهزة يقول لك 20 لتر وميديا ما هو بحي الله اسمه، واللون الأبيض وكامل مرفقاتها ب 194، قل يا بلاش. اللي هنا آرو 20 لتر ما كامل مرفقاتها 212، اللي هنا سولو الجي 25 لتر سمارت انفيرتر 420، هنا فيشر 30 لتر 359، 344 آرو 30 لتر ديجيتال، اللي هنا 329 ريال مع شواية ديجيتال كاندي 30 لتر، طبعا كاندي 42 لتر 429 مع شواية ديجيتال، اللي هنا آرو مع شواية 42 لتر 429، واللي هنا 30 لتر بيسك 359 ريال. تتابع الأكل قدامك، عمرك شفت زي هالقلاية الهوائية قزاز تشوف الاستواء بالتحديد؟ آرو قالوا 5.5 لتر تأخذونها في نجم الأجهزة ب 249 ريال. تتشين سامسونج مع نجم الأجهزة، الله يحييك، أهلا بيك، عرفنا. خلينا نبدأ الأول حاجة بمكيفات سامسونج. مكيفات سامسونج أهم ميزة فيها الكمبريسور، ما هوش إنفرتر أحادي، ما هوش دول إنفرتر، ده تريبل إنفرتر. يعني إيه تريبل إنفرتر؟ يعني أول حاجة هدوء تام، ما فيش أي دوشة خالص المكان اللي أنت فيه، توفير تام في الكهرباء. بنوفر كام؟ بنوفر 77% من الكهرباء، دي أول حاجة. تاني حاجة وضع الويند فري، وضع الويند فري بيسبب لك راحة تامة خلال النوم، مفيش وجع عظم، مفيش وجع جسم خالص خلال النوم. ميزة بتاعتها أول لما الغرفة بتبرد الريشة تقوم سكرة
وشغالة من خلال 23,000 فتحة تهوية. دي أهم ميزة. تاني ميزة الكمبريسور بيتحمل كام درجة مئوية خارجية؟ كلنا عارفين حر الرياض توصل لين 68 درجة مئوية. تمام. ثالث حاجة إنه بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. يعني إيه الذكاء الاصطناعي؟ يعني المكيف بيعرف نمط استخدامك ليه إزاي ويبدأ يقلده. يعني على سبيل المثال لو انت بتظبط الظهر 17 المساء 22 من تلقاء نفسه بعد كده شغلت الظهر 17 يعني تعطيه اوامر تدي اوامر بس فقط ومن غير اوامر بيشوف نمط استخدامك من تلقاء نفسه هو ده الذكاء الاصطناعي ده. هذا موجود في نجم الاجهزة. نيجي للتريبل انفرتر اللي مش ويند فري. من اهم المميزات اللي بيشتبك معه تاني السمارت ثينجز. السمارت ثينجز ده التطبيق من خلاله بعرف اضبط معاد الكيلو اللي انا فيه مثلا بعيد عن الكيلو 2 كيلو عن البيت 2 كيلو يبدا يشغل التكييف بشكل تلقائي. واهم حاجه في المكيفين الاثنين صناعه تايلاندي 100%. طيب الاسعار وبالنسبه للاسعار ده سعر التريبل انفرتر وده حاليا سعر الويند فري. الويند فري عندك هذه اسعار 18 وال24. هذه الاسعار موجوده وقدامكم في فروع نجم الاجهزه بمناسبه اليوم الوطني. اذا اخذوا كم؟ إذا أخذت أربع مكيفات من مكيفات سامسونج نجم الأجهزة مقدم هدية مايكروويف LG مجانا. مقدمين أسعار قوية على سامسونج سواء 18 أو 24 وقدامكم الأسعار بمناسبة اليوم الوطني. إذا أخذت أربع مكيفات عليها LG المايكروويف مجانا إلى نهاية شهر سبتمبر فقط. ونكمل مع سامسونج في نجم الأجهزة. هذه الغسالة أنا يوم طلعت ألمانيا لقيت نفسها بالضبط اليوم توفرت في نجم الأجهزة. أعطني تفاصيلها. الغسالة دي 21 كيلو غسيل 12 كيلو تجفيف. أعطني المواصفات الجميلة. المواصفات أهم ميزة في غسالات سامسونج اللي مش هتلاقيها في السوق نهائي حاجة اسمها غسيل الفقاعات. وش معناه؟ غسيل الفقاعات بيطلع أصعب البقع في مية بارد. ليه؟ عشان ما يخرب بعض الأنسجة زي الستان زي الحرير زي الصوف. يا سلام. وش بعد من الميزات؟ تاني حاجة أقرب هنا كده على الدرج. الدرج ده مختلف عن أي درج تاني في الغسالة. وش الميزة؟ اسمه موزع تلقائي. تعبي هنا مسحوق السايد، تعبي هنا المناعم أو الدوني، ويبدأ يسحب معاك المسحوق المناعم على حسب الغسلة. مكتوب الغسيل بتقنية الذكاء الاصطناعي، اشرح لي. الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن أربع مستشعرات في الغسالة. يبدأ يقيس لك حجم وزن الغسيل، يبدأ يشوف لك مستوى المية، يبدأ يشوف لك حجم الاتساخ، يبدأ بناء على كل ده يشوف كمية المسحوق، وهو يحدد لك البرنامج وانت اغسل. يا سلام. هذه في نجم الأجهزة عليها سعر 5983 ريال سامسونج تايلاند. طبعا وش اللي باقي هنا؟ هنا طبعا فيتنامي. تمام. وأهم حاجة عندنا حاجة اسمها الحوض الماسي. الحوض الماسي بيمنع تقطيع العبايات المطرزة، يعني تقدر تغسل العباية بدون ما تقطع. جميل جدا. هذه عندهم بسعر 5221 18 كيلو. وش بعد؟ أهم حاجة في سامسونج ضمان 20 سنة على الكمبريسور. تقنية العاكس الرقمي الديجيتال انفرتر موفر في الكهرباء وفي نفس الوقت هدوء تام. وزيدك من شعر البيت الحوض بتاعها لأربع مساعدات استحالة تتهز. تسمعون. تمام. هذه أيضا في نجم الأجهزة 3799 ريال. محبين السامسونج هذه الأسعار الموجودة عندهم. أعتقد في هالغسالة أنا بوقف عندها كثير فيها مواصفات ما ذكرناها. أكيد. أول حاجة أنت حابب تشوف الغسيل بتاعك وصل لحد فين. أنت مش محتاج تفتح الباب خلاص، أنت مجرد ما بتضغط على الزرار ده وتلف القرص هتلاقي عندك ضوء الحوض. وبالعربي طبعا. وبالعربي يدعم كل اللغات، عندك عربي فرنساوي تركي كل اللغات. طيب تضغط عليها هنا ضوء الحوض، اول ما تضغط النور ينور تلقائي. يا سلام. هذه موجوده عندهم وهذه تفاصيلها 5983 في نجم الاجهزه. اللي يبحثون عن الغسالات الفتحه العلويه سامسونج في نجم الاجهزه عطني التفاصيل اللي عندكم. غسالات سامسونج الفتحه العلويه هي الغسالات اللي سمارت من نوعها. يعني ايه سمارت؟ يعني تقدر تشبكها على الواي فاي وتتحكم فيها من خلال جوالك. من غسالات الفتحة العلوية فيها نفس برنامج غسيل فقاعات اللي ذكرناه في الفتحة الأمامية اللي بيغسل عن طريق المياه الباردة. أهم